فعالية أعمال الشباب مشروعك بيطور بلدك حقيقة هي فعالية نشأت من خلال انطلاقكم مبدعا. نحن أول ما بدأنا بانطلاقكم مبدعا بدأنا بفكرة، بعدين اتطورت فكرة وكانت فكرتنا هي رأس مال المبادرة كلها أو المؤسسة. حاليا نحن صرنا مؤسسة على الأرض، عمرنا 7 شهور، قررنا نعمل أعمال الشباب لندعم الأفكار ونحولها لتكون مشاريع على أرض الواقع. فكرة الفعالية كتير حلوة، هي كمشاركة، وأول شيء نحن حابين نقدم فكرة كتير مميزة. فكرتنا هي مركز أطفال توحد، علاج أطفال توحد، استشارات نفسية وتربوية. طبعا نحن حابين نقدم هاي الفكرة لأنه في عنا خبرة بهذا المجال، عنا أفكار جديدة حابين ندعم فيها هاي الفئة من هدول الأطفال اللي هن بحاجة لهذا الدعم حاليا، خصوصي بظل هاي الأزمة. فعالية أعمال الشباب هي فعالية يعني ترفع لها القبعة، تدريب احترافي، في شيء مبشر، في معلومات كتير حلوة عم تنعطى. نحن مشاركين هون كمبادرة الأخ الكبير، مبادرة تعليمية تطوعية تستهدف الأطفال بمرحلة التعليم الأساسي اللي عندهم ضعف وثغرات علمية، من عدلهم ترميم وتقوية وتأسيس من خلال دورات وفعاليات تعليمية. نحن هون كمان موجودين، كنا حابين نخضع لهذا التدريب لنرفع من كفاءة الأفراد المشاركين معنا بالمبادرة بالفريق، ونكتسب خبرات جديدة، نشبك علاقات ونتعرف على أشخاص آخرين، نوسع دائرة معارفنا. مشروعنا عبارة عن ربط حقيقي بين الهندسة الطبية والطب، كونهم هن كتير مهمين مع بعض بواقعنا الحالي. طبعا كلياتنا عانينا من وجع الاسنان، نعرف قديش صعب، فمشروعنا بيهدف لتطوير فرشاية ذكية تقدر تكشف التسوس قبل ما يوصل لمرحلة الألم. هو حاليا بيستهدف الأطفال أول شيء، إنه نكشف التسوس عندهم قبل ما يوصل لمراحله الخطيرة. وطبعا نحن توجهنا لمؤسسة تكون مبدعان لحتى نقدر ننشر فكرتنا وتشوف العالم وتعرف أهميتها ويلاقي قبول.